ما حكم من يصلي في البيت والمسجد قريب منه؟ وما صحة مقولة أو حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ الحديث بهذا اللفظ لا أعرف أنه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح أن القريب من المسجد لا تجوز له الصلاة في بيته، بل يصلي مع المسلمين. نعم.